طيف لو عتب وجروح وإحساس تصدي الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح مين يزعل الراس على ظهور الهزل تصرخ يا مظلوم نزل دمع اليتيمة وخضر يهموم على ظهور الهزل اشرب الماء واذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام اشرب مية زاير اشرب الماء واذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام اشرب الماء والعن قتلة الإمام الحسين عليه السلام اتنوح ويتسيح يا عيام ويعود الراح يا يوم إذا غاب الأبو ما تغمض العين يعاشر هالسغر ويسافر النوم إذا حن القلب تتمنى الحسين إذا شافت خطر صاحت يا عباس يا عباس علامات الحزن وعيون حرة دمع طيف لو عتب دمع طيف لو عتب وجروح وإحساس تصدي الراس أبوها تدمع عين عليه يهتز الرمح مين يزعل الراس تنادي بعد أبويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد تنادي بعد ابويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد حلو ذيب يا صدر من وحشة الليل يا ليل ارحل خليج العيد امد ايدي على راسك بلكت تقول اي تعالي يا رقية وتلزم الي شوف صديقي مهدي شوف حزين شلون قاعد يا عمو فرحان صح حتى ما اجى ساعدني بتصفية ربطات المي والقلاصات يعني هو من بلشت الحلقة قاعد هناك وما اعرف ايش قاعد يسولفون شوف اول شيء انا احب اقول لك ماجور ويا رب ان شاء الله يجعل هذا ثواب اللي جاي تقدمه في سجل اعمالك ان شاء الله وفي سجل حسناتك هاي الخدمه الحسينيه المباركه اجمعين وبصراحه ما شاء الله هذا هاي كاست المي جت بمكانها لان انا بصراحه رحت اوصى على بعض البضاعه الجديده للمكتبه ان شاء الله ورجعت كلش تعبان وعطشان وانت ما شاء الله سقيتني فيا رب ان شاء الله تعالى ادعو لك يسقيك ان شاء الله بحوض الكوثر يا رب ان شاء الله في الجنان ان شاء الله والشغله الثانيه احب اسالك يعني انت شتري من اخوك حزين خلي قاعد هو مبين الظاهر عنده موضوع مهم ما شوف قاعد يوم عمو فرحان وجاي سوليف حتى عمو ابو عبد الله انضم لهم وحدهم اكيد موضوع مهم صديقي مهدي بلي. اني ما اريد شيء من عده بس شنو اريد يشاركني بالثواب لانه توزيع الماء بثواب عظيم الله الله خصوصا بايام شهر محرم في عليك يا سعيد تدري ما شاء الله خطوتك كلش حلوه وتأني ليش لان انت فكرت وحبيت شنو يكون لنفسك تحب ايضا يكون هذا الشيء الخير والصلاح يكون لك وللاخرين كذلك سواء أكيد كان صديقك يا صديقي او اخوك يعني تحب الخير مثل ما تحب لنفسك تحب للاخرين اكيد يا وبالتالي هاي صفه كلش حلوه وعاشت ايدك وانا احييك عليها شكرا جزيلا من اي شخص ما راح يشوفك تحمل هذه الصفه الحسنه كل الرائعه جدا والرائعه يعني راح يشوفك بمصداق للرجل المؤمن شكرا المسلم اقول لك صديقي مهدي هسه انت من بلشنا لحد الان انت تمدح بيها موقفك مواقفك حلوه اي ما يخالف مو شو اسمه بلشت الحلقه صح 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 يا عيني فلازم نرحب يلا راح تكون اول البدايه وياك حتى بعدين ننتقل لعمو فرحان انا راح ابلش يلا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم وعظم الله لنا ولكم الأجر خصوصا بأيام شهر محرم الحرام اللي احنا نعيش فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام
احسن صديقي سعيد. ومشاهدينا الكرام كذلك الحمد لله رب العالمين، احنا نلتقي وياكم بكل يوم ما عدا يومي الاربعاء والخميس في تمام الساعه 4 عصرا في ايام شهر محرم الحرام وشهر صفر الخير ان شاء الله تعالى. وستكون ان شاء الله تعالى كل هذه الفقرات التي ستعرض في حلقاتنا القادمه وفي هذه الحلقه ان شاء الله تعالى ستكون هذه الحلقات والفقرات هي راح تصب في خدمتكم ومعرفتكم وفائدتكم إن شاء الله تعالى، خصوصاً وإحنا نعيش هذه الأيام الحزينة الحسينية المباركة وبأجواءنا الكربلائية. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكراً جزيلاً أصدقائنا الشطار بداية لمتابعتكم وأكيد لتواصلكم الدائم مع برنامجنا الجميل وفقراتنا الرائعة. نعم. خلينا الآن ننتقل إلى حي الدكان عمو فرحان. أقول لك أولادي حزين. أم أبو عبد الله إيه مو صار لك ساعة قاعد ما أدري إيش بيك، إيه دسولف قل لي إيش بيك إيش بيك وخبلتني ده تبكي وحزين. إيه أدري عمو فرحان ما تقول لي إيش بيه حزين. أبو عبد الله إيش أقول هسه، أنت صار لك دقيقة مني جيت وصرت عصبي. قول عصبية صفة غير مرغوب بيها بالإنسان، وأني ما أقبل على الإنسان من يصير عصبي، لأنه تدفع به مرات أن يفعل أشياء خطأ زين وفوق إرادته هماتين. لكن هسه خلينا نرجع نشوف حزين اليوم فعلا خلاني أنا حزين، لأن من قاعد يمي لحد هسه هو بس يبكي. إيش بيه؟ ها ها هم بكي ها شلون حزين صدق كذي؟ أم فرحان ها عيني أنا حزين كلش. تمام وليدي، كنا نعرف إنه اسمك حزين وحتى أصدقاء البرنامج كلهم يعرفون أنه أنت حزين ودائماً يبعثوا لك سلام ويانا، وإحنا في شهر الأحزان. بس حزنك هسه شنو موضوعه؟ شنو المبرر أنه أنت هسه حزين؟ غير نعرف عم فرحان أنا حزين حزين حزين؟ أي أقول لك عم فرحان عيني أخاف حزين يعني نفسيته تعبانة وحزين لهاي الدرجة، يعني فوق ما هو اسمه حزين النوب نفسيته تعبانة وازداد حزنه. صدق نفتيها من عندنا رحم الله والديك عم ابو عبد الله. والديك الرحمة. انت جبت الموضوع بالصميم. زين عم فرحان انا حزين نفسي، مو انا اسمي حزين، انا نفسيتي انا حزين. انا حزين يقول هيك يعني مو اسمه حزين. أي. هو الان فعلا حزين يعني هسه هو حزنان. اي بالضبط. خل نفتهم ايش بيه؟ هاي اول واحدة افتهمناها. الثانية ليش انت حزين؟ اسا افتهمنا ان انت حزين. عمو فرحان انا حزين لان ما عندي معلومة عن علي الاكبر. اي الشهيد علي الاكبر عليه السلام. أي. زين لان انا اسمع عن بطولاته وصولاته في واقعة الطف، بس انا ما اعرف عن اي معلومة عنه، بس انه هو ابن الامام الحسين. بس هاي نعرفها. حقه حقه ابو عبد الله. حقه. اي 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 لا هنا لانه ايه؟ اعتقد انه سؤاله جدا مهم. صح. ولازم احنا نشرح له الاجابه له والاطفالنا الحلوين، انه الشهيد علي الاكبر عليه السلام لازم هواي مسائل ومواضيع وعن حياته نطرح هاي الامور، لانه هو خطيه يعني دا يبكي يقول لك انا ابكي بس على شنو ابكي بس. صح. يعني انه هو استشهد بهذا اليوم فيريد يعرف كل التفاصيل يا عمو فرحان. صحيح. زين حقا. زين شنو نقترح برايك ابو عبد الله؟ انا اقترح انه بعد ما ناخذ فاصل اي نخصص فقره هذا الموضوع المهم جدا. لا لا دقيقه دقيقه ابو عبد الله، هو سؤال وجيه. زين هو سؤال وجيه وبدي ان اقدم لاصدقاء البرنامج من خلال البرنامج الكثير من المعلومات عن شهداء الطاف اللي استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام بواقعة الطاف. زين مثل عبد الله الرضيع والقاسم حسن. ابن الإمام الحسين حسن. أخو الإمام الحسين عليهم السلام وغيرهم. لذلك أني أوجه دعوة المن دائما اللي قاعد هنا ويشرح لنا منو الشيخ عباس. الشيخ عباس شنو السالفه؟ الشيخ عباس صحيح. الكربلائي ليش؟ لان هو صاحب الاختصاص زين اللي حيفهمنا كل هذه الامور زين،
ويحضر ويحدثنا عن الإمام علي الأكبر زين بالحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله وبقية الشهداء. حسنت والله خوش اقتراح عاشتيدك عمو والله اقتراحك بالصميم. حسنت زين عمو أبو عبد الله. نعم أنت يعني شيخ عباس يوصل المعلومة يعني أفتهمة كلش زين. وليدي شيخ عباس أي هواي عنده إلمام بهاي الأمور ودائما إحنا يعني نستعين به. لذلك إن شاء الله اليوم راح يشرح لك ويجاوبك على كل أسئلتك. زين عم فرحان زين هسا إحنا وين نروح قبل لا يجي شيخ عباس؟ تروح أبو عبد الله أنت نعم. تروح تشوف لنا شيخ عباس حتى يجينا هنا زين وأنت حزين شلح السلي خلي أروح واتصل عليه واجيبه بالسياره مال عمو فرحان. احسن شنو مو سرحان يسوق لا لا لا, 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 لا يلا زين يلا مره صادكم الله يسلمك حزين وانت ما تروح تعاون اخوك فرحان. يعني واحد حاليا يوزع مال انا استنرت اقول لك على هاي الملاحظه لان سعيد واحد شوفه قاعد يوزع الموكب صديقي ما قاعد يساعده بس لازم انا اروح لان هو يضوج دمه وانا موجود صحيح فاني اترخص. يا اهلا وسهلا في مال الله عشيدك في مال الله ان شاء الله. مشاهدينا الجماعه يصورون اني راح ابقى وحدي لكن هم ما يدرون اني مستحيل ابقى وحدي. ليش؟ لانه انتوا اصدقائي ودائما وياي وهسه خلونا انا وياكم نروح لهذا الفاصل وراجعي لكم. سيدتي رقية حمامة استشهدت من ظلم آل أمية قد قتلوا والدها الإمام وأحرقوا من بعده الخيام وذبحوا شقيقها الرضيع في مشهد فظيع ثم مضت مسبية للشام برفقة الظلام يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد مسبية للشام برفقة الظلام مسبية للشام برفقة الظلام يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد السهلة حتى يتفرغون بأوقات الدراسة بس للصعبة أو مثلا يقرون الصعبة ويتفرغون بس للسهلة يشوفون يعني هم شنو الموجود قدامهم ويقرون. فهذا الشيء شفته أنه أنطى الأزقة عن الأطفال معدلات كلش عالية يعني معدلات تدخلهم تخصصات أحلامهم. فإذا تابعنا مثلا أو تابعنا الطلاب ثالث متوسط سادس إعدادي يعني أتمنى أنه تستغلون هاي الفرصة إن شاء الله أنتوا أكيد شطار وتعرفون هاي المواضيع. نعم طبعا البنين هاي فكرتي جدا جميله
شكراً إيج. أحسنتي على هاي الفكرة. شكراً. بس لا تنسون أصدقائنا الأطفال هماتين لازم ترتاحون بالعطلة، لأنه مثل ما تعرفون الجسد السليم والعقل السليم لازم يكونون متحدات، فلازم تكونون دائماً مرتاحين، يعني طلعوا وتونسوا وافتروا، وهماتين روحوا زوروا المراقد المقدسة وجزونا صور حتى نعرضهن في فقرات البرنامج. وهسه أنقلكم إلى فقرة تثبت كلامي إنه الإنسان عنده موهبة، اللي هي فقرة مشاركات الأصدقاء. خلينا نروح ونشاهدها يا عسل ويا أصدقائنا الأطفال. الآن مع مشاركات الأصدقاء. كارمن يجي قلي هاك الأسئلة وحلي، وينا ينطبن خلي شيخ الكل عليار، أمشي بزودي واتبختر وينا يعتذر منك، رافع راسي من يحضر شيخ الكل عليار، تشبع للولاية علي انجح بالنهاية علي، تشبع للولاية علي انجح بالنهاية علي، أبدي أبعلي وبيا علي أهل الحكاية، أبدي أبعلي وبيا علي أهل الحكاية، والنظرة الأخيرة علي من شيخ العشيرة علي، والنظرة الأخيرة علي من شيخ العشيرة علي، معنا اختبر بعض الصبر والمسيرة، معنا اختبر بعض الصبر والمسيرة، علي علي يا مقدار علي علي حمجار، علي علي يا مقدار علي علي حمجار. صدى من كربلاء للعالمين، هذا حسين صرخة المستصرخين. أحبتي مشاهدينا الكرام أصدقاء البرنامج، اليوم بإذن الله تعالى سوف نتعرف على أكثر شخصية لطالما كان لها وما زالت واقع مهم في نفوس الموالين، نظراً لما له من منزلة ربانية ومنزلة في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. نحن واستجابة لطلب حزين، وأني مثل ما وعدت ذهبت نفسي إن شاء الله إلى بيت الشيخ عباس الكربلائي، ودعوته إلى هذا المجلس المبارك من أجل شنو؟ يعني تحدثنا عن ابن الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد في واقعة الطف، إنه الشهيد علي الأكبر السلام عليه، وعفوا صلوا على نبيكم. أهلا وسهلا بك أبو فرح. اللهم صل على أحسنت وآل محمد. بالبداية شو نسوي يا أبو عبد الله يعزانا مشاهدين؟ ننتظر منه الشيخ عباس. أشو ما أجي؟ لا مو أنا رحت. آه. شيخ عباس قال لي روح واني اجي وراك. اكيد واني هم تعرف نفسي رحت للبيت باوع من بعيد يمكن اجي. ايه اجي الشيخ. اي ما شاء الله وصل وصل. يا الله يا الله حياكم الله شيخنا. اهلا وسهلا. يا وسهلا بالشيخ. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. مرحبا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. استريح استريح تفضل. استريح استريح شيخ. استريح استريح استريح. يلا استريح استريح يا شباب. يا الله صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكيد الحمد لله رب العالمين. طبعا شيخ نحن سوقناك شوية بالحديث
وتحدثنا لأحبتنا الأصدقاء وبلغناهم أنه اليوم شيخ عباس راح يحكي لنا عن مولانا علي الأكبر سلام الله عليه بعض مواقفه في واقعة الطف الأليمة خصوصا. نسأل الله يا رب إن شاء الله القبول شيخنا. أحسنت أحسنت سن الله عليكم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخ عباس. اشتاقي لك هواي هواي وحقيقة يعني اليوم موضوعنا جدا مهم أكيد لأنه حزين يعني فوق ما اسمه حزين حزين ما شفته سوى يبكي فريدك يعني تجاوبه يعني هذا الجواب إلي ولأطفالنا أكيد أكيد أيوة. وبين كلامكم أنا أطلع كلامكم خير إن شاء الله زي. اليوم حبيت أبلغ أصدقائنا كذلك بفقرتنا اتصل واربح ستكون الأسئلة عن مولانا علي الأكبر سلام الله عليه سلام. فتركيزكم بهذا الحديث اللي راح يدور هسه كلش مهم حتى تأخذون بعض المعلومات وتجاوبون عليها إن شاء الله بفقرة اتصل واربح. إذا لعد يفضل أن أصدقائنا ينتبهون على الشيخ أكيد. لأنه احتمال يساعدهم بالإجابة على الأسئلة أكيد. ممتاز أكيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد. طبعا في الحقيقة أن سيدنا علي الأكبر هو ابن الإمام الحسين بن علي عليه السلام ويسمى بالنسب القصير. لماذا؟ لأنه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبوه الإمام الحسين عليه السلام سيد الشباب أهل الجنة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. ثم جده هو أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان قسيم الجنة والنار وزوج البتول صلوات الله تعالى عليها وأبا الحسن والحسين. وهذا النسب يكفي بأن هو ابن الإمام الحسين عليه السلام وجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي الأكبر عليه السلام كان له شأن كبيرا عند أبيه الإمام الحسين عليه السلام وهو الابن الأكبر إلى الإمام الحسين عليه السلام. هل هناك من دليل؟ الجواب نعم. عندما دخل الإمام زين العابدين عليه السلام إلى عبيد الله بن زياد فنظر عبيد الله بن زياد إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فقال له ما اسمك؟ سأله فقال أنا علي بن الحسين. لأن الإمام الحسين عليه السلام سمى أولاده بعلي لأن هناك حديثا له يقول لو رزقت بألف طفل لسميتهم علي. فكل أولاده تجدون أنهم أسماءهم علي ولكن الإمام الحسين لقبهم. فعبيد الله بن زياد قال ألم يقتل الله عليا؟ هنا محل الشاهد. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام كان لي أخ أكبر مني فقتل. فإن علي الأكبر عليه السلام هو أول من استشهد بين يد الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من أهل بيته. ثم الإمام علي الأكبر عليه السلام كان له شبها كبيرا جدا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين علي الأكبر عليه السلام. هناك شخصان يشبهون رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال المنطق ومن خلال الشكل. أولهم السيدة الزهراء صلوات الله تعالى عليها والإمام علي الأكبر عليه السلام. ثم أحسنت شيخنا. أحسن الله. هذا توضيح جدا مهم لأنه هسه من خلال حديثك أطفالنا ومشاهدين الكرام وأيضا حزين وإحنا اليوم جالسين وياك اتضح لنا فد مسألة جدا مهمة. فيا ريت ان شاء الله بعد اريد بعد اكثر معلومات عن هذا الشهيد الطاهر المقدس. احسن. ثم علي الاكبر عليه السلام لما اصبح يوم عاشوراء من محرم اول ما تقدم بين يدي الامام الحسين عليه السلام وخرج الى القتال. لما خرج الى القتال وقف الامام الحسين عليه السلام وهو يقول اللهم خرج اليهم اشبه الناس خلقا وأخلاقا ومنطقا بنبيك. عندما كنا نشتاق إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. نظرنا لمن؟ إلى علي الأكبر. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى كربلاء طول الطريق كان هناك للإمام الحسين مؤذن يؤذن في الطريق. لكن أخير يوم يوم عاشوراء آخر الصلاة التي صلاها الإمام صلوات الله صلاة الظهر طلب أن يؤذن علي الأكبر. لماذا؟ حتى يسمع صوت جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما خرج إلى القتال
ظنوا الأعداء جيش عمر بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع إلى الحياة لينصر الإمام الحسين عليه السلام، ولكن هناك شخص نظر إليه وقال ويحكم، هذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. لما قتل علي الأكبر عليه السلام تعلقت قدمه في الفرس وأخذه الفرس إلى معسكر الأعداء، ولما وصل إلى هناك نادى اللعين عمر بن سعد وقال لا تجعلوا الجسد سليما، وقام قطعوه إربا إربا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وذلك بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا وبارك الله بك. صديقنا مهدي. نعم عمو فرحان. أريد منك بعد هذا الكلمات الجميلة من الشيخ عباس والمعلومات الحلوة فالقصيدة أيضا تليق بهذا المجلس إن شاء الله تعالى. أحسنتم بارك الله بكم. شكرا جزيلا. أتحفونا بذكر محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. حسين حسين وولا حسين حسين وولا حسين حسين وولا حسين حسين وويلا. يا صرخة تحبها فاطمة تجرح قلب حامي الحمى، صرخة تحبها فاطمة وتجرح قلب حامي الحمى، ناحت عليها اهلي السما سالت مدامع دمه، سالت مدامع دمه. حسين حسين واويلا حسين حسين مأجور مأجور حسين حسين واويلا حسين حسين جاوب واويلا. اي اياه الذي مثنى من الالم وزع جروحه على الخيام، من طاح شيال العلم نصين دلال جسام. حسين حسين واويلا حسين حسين واويلا حسين حسين واويلا. ياهو الذي مثل من طريح عطشان وبنحر الجريح، أسفك دماء سيف الذبيح والراس عالي على الرميح. حسين حسين واويلا حسين حسين واويلا حسين حسين واويلا. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت بارك الله فيكم. صل على محمد وآل محمد. طبعا من رخصتكم ومن رخصة أصدقائنا أنا أحب أقدم اعتذاري إلى أخوي حزين. ليش؟ لأنه بداية البرنامج هو كان قاعد يم أم فرحان، وأنا كنت ضايج لأنه هو ما إجا يمي. صح. أنا مو أنا مو شيء، بس أنا مو يشاركني بالثواب. بس شو تبين بأن هو كان يسأل عمو فرحان وعمو عبد الله أسئلة حلوة الحمد لله وسأله، وإن شاء الله شيخ عباس جاوبنا على هذه الأسئلة وكفى وفى إن شاء الله. فأحب أعتذر مرة ثانية من أخويا حزين على هذا الشك صار بينك. بداية أنا اسمح لي يا حزين نيابة عنك راح أقول لك اعتذارك مقبول إن شاء الله. نعم. والحمد لله رب العالمين. أنت عرفت شنو كان السبب وعرفت شنو كان الموضوع، فيا رب ان شاء الله دائما تدوم بيناتكم المحبه والالفه بحق محمد وال محمد ان شاء الله. وبصراحه بهذا المحور احب ان اطرح موضوع. نعم. ربما انتم اكيد مطلعين عليه بمجتمعنا دائما، مثلا خلي من باب المثال
حزين تأخر عليه بموعد. أنا نعم. رأسا راح أخذ على حزين نظرة إنه هو ما التزم بالموعد نعم. وما احترم موعدي وكذا كذا. خلي لي يصير عندنا هذه النظرة مباشرة دائما. خلينا نضع لي سعيد مثلا ولي حزين فعلا. ولي صديقنا ولي أي شخص دائما خلي له أعذار حتى دائما إن شاء الله نكون أصحاب نية صادقة يا رب. فعلا أحسنتم هذا الموضوع على يعني هذه الجلسة المباركة وهذا النقاش. واتمنى من اصدقائنا واطفالنا ايضا استفادوا من هذا المجلس الجميل وهذه كلمات الجميله. ونسال الله بشفاعه علي الاكبر عليه السلام ان يوفقنا وينجحنا وخاصه طلبتنا الاعزاء. والان اصدقائنا الاطفال الحلوين ننتقل الى بنين ونشوف شنو عندنا من فقره. شكرا عمو فرحان، شكرا شيخ عباس، شكرا لكل شخص كان موجود في هذا المجلس الحسيني، وشكرا للمشاهدين الكرام لانه سمعوا للمجلس الحسيني. مشاهدين الكرام وصلنا الان الى فقره كلش حلوه، هاي الفقره اللي تنعد جسر من جسور التواصل بيننا وبينكم، فقره اللي دائما تنعرض بيها الصوره الحلوه واللقطه الاحلى. عرفتوها يا فقره؟ عافيه عليكم. فقرة الصور أصدقاء البرنامج، طبعاً أنتوا تقدرون تدزونا صوركم عن طريق يا رقم عسل رقم هاتف البرنامج. عافية عليك. زين شنو رأيك أني أقوله وأنت تقولي بعدين؟ أكيد. يلا، رقم هاتف البرنامج هو 077-1811-2288. عسل بس علي صوتك. الرقم هو 077-1811-2288. شكرا لك يا عسل. هسه مشاهدينا الكرام خلينا نروح الى فقره صور اصدقاء البرنامج. الان مع صور اصدقاء البرنامج. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة. وبداية كلامي أحب أوجه رسالة شكر ومحبة وتقدير واحترام كل الأحبة اللي أرسلونا صورهم الرائعة والجميلة جدا، خصوصا الأحبة اللي رأيناهم مرتدين السواد حزنا على مصيبة مولانا سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك بعمرنا وعمركم إن شاء الله دوما بخدمة المولى سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إن شاء الله تعالى إلى محطة أخرى من محطات برنامجكم الجميل برنامج عمو فرحان، ومع فقرة الاتصالات والمشاركات حسيني الرائع إن شاء الله تعالى سنكون وإياكم بفقرة اتصل واربح. أنا والعم العزيز عمو أبو عبد الله وصديقنا حزين إن شاء الله تعالى من بعد هذا الفاصل وراجع لكم إن شاء الله. الآن اتصل واربح. ويانا بهذه الأيام المباركة
احنا صرنا جاهزين ان شاء الله لاستلام اتصالاتكم وسماع مشاركاتكم، وكلش ان شاء الله تعالى راح نفرح بسماع المشاركات الحسينيه التي ستكون عباره عن قصائد واحاديث مباركه ابيات شعر. شنو اللي تحبون ان شاء الله تشاركون به ببرنامجكم وتشاركون به مصيبه سيدتي وولاتي السيده زهراء بفقدها الامام الحسين سلام الله عليه. اول اتصال راح يكون وياك يا عم ابو عبد الله، وتفضل. شكرا صديقنا مهدي، السلام عليكم. وعليكم السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجوركم. أريد نسمعها بلغتكم بالفارسي، شلون تقولوها؟ بما أنكم من الهواز من إيران، شلون يعني تقولون؟ محمد، شلون تقولون عظم الله أجوركم بالفارسي؟ يعني ترجمي هذه اللي قدمتيها. شهادات الإمام حسين عليه السلام في السماء تسليات أرضي. أحسنتم. أحسنتم. إن شاء الله. أحسنتم. أحسنتم. زين. عندي مشاركة. ها عندها مشاركة. طيب نسمع مشاركة. يلا يلا. إن شاء الله تعالى. بيتابم حسين، أرضابم حسين. اطفالا بفكر كربلا و اربعین کشکی اربعین با دست ساغی مهمونم کنی چای عراقی محبوبی حسود محبوبی. احسنتم بارك الله بكم. احسنتم احسنتم. احنا ولو قلناكم ما فهمنا شيء بسبب انه الكلمات هي يعني ما نحفظها، ولكن هي شيء كلش حلو يضاف لبرنامج عمو فرحان. وما شاء الله نشوف اليوم برنامجنا يتابع من كل أنحاء العالم، ما صار برنامجنا فقط في محافظات العراق، بل الحمد لله رب العالمين جاء نستقبل اتصالات من دول عدة لله الحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن ننتقل إلى محافظتنا العزيزة واصل. السلام عليكم، راح يكون ويانا مجتبى. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديق مجتبى، عظم الله لك الأجر. أجرنا وأجركم. بارك الله بك مجتبى. مجتبى بالبداية قل لي اسم بابا هسه. عصام. اسم بابا حسام. تمام يا مجتبى. مجتبى احب اسالك. عصام. عصام عصام. طيب ماكو مشكله، راح نغير ان شاء الله الاسم ونكتب مجتبى عصام من واسط. حياك الله. خلي اسالك، شنو سويت بهذه الايام المباركه؟ هل حضرت مجالس العزاء؟ قدمت الخدمه؟ احكي لنا بالتفصيل. ما شاء الله عندك موكب بالباب. عافية وبارك الله بيك. بارك الله بيك. زين انت جمعت بعض المصروف مالتك وقدمت هذه الخدمه مو اكيد؟ ايه. الله يبارك بيك. سن. شكرا جزيلا لك صديقنا الشاطر لمساهمتك هاي مباشره، اسمك راح يدخل ويانا القرعه. نحب نشكرك صديقنا ونقول لك مع الف سلامه، ماجور ان شاء الله انت وكل اللي احبه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اتصال. تفضل. السلام عليكم. من ويانا؟ الو اسمعنا. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، شنو الاسم؟ اسمي مختار علي من كربلاء. مختار علي من كربلاء. اهلا وسهلا مختار. تريد سؤال؟ لا عندك مشاركه. مشاركه. طيب خلينا نسمع مشاركتك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وين المشاركه؟ وين المشاركه؟ مشاركه مختار. اسمعنا من التليفون او في التلفزيون. صح. عندي مشاركة. يلا خلينا نسمع. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليه ورضا الله. بارك الله فيك. احنا نعتذر، راح شوي نستعجل وياكم بالاتصالات حتى ناخذ اكثر عدد من في الاتصالات. تفضل عمو ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ رائد من بلد. يا اهلا وسهلا بوجين. وجين رائد من بلد. عندك مشاركه لو تريدين سؤال من عندنا. سؤال. سؤال. ما اسم والد علي الأكبر؟ الإمام الحسين. يه أحسنتم. أحسنتم. موفقة صح. وصحيحة. بارك الله فيكم. اتصال آخر. سلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم. راح نعطيكم كل واحد نص دقيقة حتى ناخذ أكثر عدد من الاتصالات أصدقائنا الشطار. سلام عليكم. سلام عليكم، عظم الله أجوركم. ألو.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا؟ بنين فراس. بنين فراس من أي محافظة يا بنين؟ بغداد. حياكم الله من العاصمة بغداد. شنو تختارون، سؤال أو مشاركة؟ سؤال. تختارون سؤال. أين يقع، في أي محافظة يقع المخيم الحسيني؟ في كربلاء المقدس. أحسنتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. اتصال آخر. نعم. نقول ألو. نعم عمو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عباس شنو اسم بابا؟ علاء. عباس علاء من كربلاء. عبوس يا حبيبي جاهز لهذا السؤال؟ نعم صار. يلا خلينا نشوف السؤال على الشاشة. يلا خلينا نشوف. سؤالنا يقول، ما اسم الإمام الذي يلقب بالعليل عليه السلام؟ سلام الله عليه. أمير المؤمنين عليه السلام. لا. راجع كان حاضر بالطاف. هو حفيد الإمام أمير المؤمنين. ابن الإمام الحسين. أقدر أفكر يعني؟ شو؟ أقدر أفكر ورد الدكتور. ما اسم الإمام الذي يلقب بالعليل عليه السلام؟ ابن الإمام الحسين، حفيد أمير المؤمنين علي، ابن أبي طالب، كان حاضر في أوقات الطاف. عنده لقب آخر، السجاد. السجاد. زين العابدين. الأمير علي السجاد. أحسنتم. السجاد. السجاد موفق. بارك الله فيكم. سلام الله على مولانا علي السجاد. طبعا هذا السجاد هو لقب. أكيد طبعا. سلام الله أكيد. على مولانا علي بن الحسين. سلام الله عليه. اتصال آخر لك يا عمو عبد الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هذا آخر اتصال. نعم إن شاء الله تعالى. يلا من ويانا؟ هبة من كربلاء. هبة من كربلاء. أهلا وسهلا. يلا شنو؟ حاضروا نفسكم لهذا السؤال. يلا خلونا نشوف. السؤال هو، ما اسم التل الذي يقع أمام الصحن الحسيني المقدس؟ شو اسم هذا التل؟ كل احنا رايحين له. ممكن أعادة السؤال؟ ما اسم التل الذي يقع أمام الصحن الحسيني المقدس؟ يعني أمام التل الزينبي. أحسن. صحيح. بس الاسم أريد. أريد اسم بابا. شنو اسمك واسم بابا؟ حيدر حامد. هبة حامد. طيب تمام. شكرا لهبة حامد. شكرا لكل الأحبة الأصدقاء. أستديكم هسا القرعة بعد. اسم هبة حتى يدخل اسمها بالقرعة وتكون هي أخير متصلة لنجل القرعة إن شاء الله. يلا يلا يا حزين تفضل. استعجل لنا حزين. هذا الاسم الأخير. تمام بارك الله بيك. أخلق الأسماء واختار لنا الفائز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله بيك. المختار علي من كربلاء. ما شاء الله. مبروك. ألف مبارك لك هذا الفوز صديقنا المختار علي. مبروك. صاحب المشاركة المميزة. شكرا جزيلا. طبعا جائزتك هي عبارة عن رصيد 10,000 دينار خاصة بالاتصال مقدم من قناة كربلاء الفضائية، والاستلامة مجرد ما عليكم بس ترسلون رسالة على رقم البرنامج اللي ذكرناه ببداية الحلقة. انتقالة أخيرة مع عمو فرحان. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم فقرات تحمل بين طياتها الفائدة والمتعة لكم. والآن أحبتي المشاهدين، لكم جميعا أصدقائنا الشطار نقول إلى اللقاء.